بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا في كورس النحو، كنا بدأنا في الوحدة الأولى، وحدة النطق والإملاء. وزي ما قلنا في الفيديو اللي فات ان احنا بنحاول ان احنا نمشي بالترتيب العادي للمنهج. صحيح الوحدة الأولى اللي هي النطق والإملاء دروسها سهلة، لكن انا حابب ان امشي بالترتيب. عملنا فيديو في آل الشمسية وآل القمرية وهمزة القطع وألف الوصل، وعملنا فيديو للتدريبات عليهم، حاسب لك الرابط بتاعهم تحت الفيديو دوت. والنهاردة مكملين في الوحدة الأولى، هناخد حاجة اسمها الواو في آخر الكلمة. حرف الواو لو جه في آخر الكلمة مش هيخرج عن كونه حاجة من ثلاثة، يا إما واو بنسميها واو الجمع، يا إما واو اسمها واو الجماعة، يا إما واو اسمها واو أصلية. تاني يا جماعة، الواو عندنا في آخر الكلمة تلات أنواع، يا إما واو جمع، يا إما واو جماعة، يا إما واو أصلية. هنتكلم الأول عن واو الجمع. بداية كده، واو الجمع بتيجي في آخر الأسماء، في آخر الاسم. أنهي اسم بقى؟ الاسم اللي مجموع جمع مذكر سالم في حالة رفع. تاني، الشروط بتاعته إيه؟ هو الاسم المجموع جمع مذكر سالم في حالة رفع، الواو اللي في آخره اسمها واو الجمع. يعني أنا لما أقول كلمة المصريون اللي هي جمع كلمة مصري، الواو اللي في آخره ده، الواو دي بنسميها واو الجمع. واحد يقول لي طب احنا ليه ما بنقولش واو النون الجمع؟ هنقول لك لان النون احيانا بتحذف عند الاضافه. يعني ايه؟ لو انا قلت مثلا جاء مندوب الشركه، انا قلت ايه؟ مندوب، ما قلتش مندوبون الشركه. لكن لو انا من غير الاضافه هنقول جاء المندوبون، يبقى الواو دي اسمها واو الايه؟ واو الجمع. يبقى واو الجمع بتيجي في اخر الاسماء المجموعة جمع مذكر سالم في حالة رفع، أحيانا بتبقى واو نون، وأحيانا بتبقى واو مفيش بعدها نون إذا أضيفت. خلي بالكم ما بيتحطش بعد الواو ألف في واو الجمع. يبقى الواو الأولى عندنا هي واو الجمع، بتيجي في آخر الاسم المجموع جمع مذكر سالم في حالة رفع، وناخد بالنا إن عند الإضافة النون بتحذف. نيجي بعد كده يا شباب للواو التانية، وهي واو الجمع. الواو بتاعت الجماعة بقى ديت بتيجي في آخر الأفعال، بس أنهي أفعال؟ هي الأفعال المسندة لواو الجماعة أو لجمع المذكر السالم. يعني لما بقول الفعل في الماضي، بقول الفعل جاء، لو أسندت الواو الجماعة بتبقى جاءوا، الواو اللي وراها ألف دي اسمها واو جماعة. علموا، ربحوا، تمام كده؟ ناخد بالنا، يبقى مع الماضي بتبقى واو ايه؟ وبعديها ألف. مع المضارع ليه شكلين الواو دي؟ لما نقول يربحون، ده إذا كان الفعل مرفوع بثبوت النون، أو يربحوا إذا كان الفعل منصوب أو مجزوم. يبقى في المضارع بتبقى أحيانا ورا الواو نون، وأحيانا بتبقى ورا الواو ألف. دي في حالة الرفع ودي في حالة النصب والجزم. الشكل الثالث لواو الجماعة مع الأمر بقى، اعلموا، تمام كده، اسمعوا. يبقى الواو الجماعة مع الأمر شبه الماضي في إن الواو بيبقى وراها ألف. خدوا بالنا من الفروق دي. طيب آخر واو عندنا هي واو الإيه؟ واو الأصلية، أو الواو الأصلية. الواو الأصلية برضه يا شباب بتيجي في آخر الأفعال، بس هي الأفعال معتلة الآخر. زي لما أقول مثلا يدعو، يرجو، يسلو يعني ينسى، ينمو، يعلو، يغزو، كل دي أفعال معتلة الواو أو معتلة الآخر بالواو، والواو هنا واو أصلية. يبقى الواو في آخر الكلمة يا إما واو جمع، يا إما واو جماعة، يا إما واو أصلية. بس ناخد بالنا بقى من حاجة، إن رغم إن الدرس كده، لكن في أسئلة تانية
بتيجي متعلقة بالواو في آخر الكلمة. زي إيه؟ نركز في الحتة دي يا شباب. لما أقول الرجال يرجون رحمة ربهم والنساء يرجون رحمة ربهم، خدوا بالكم يرجون ويرجون في الكتابة شكلهم واحد لكن هما مش زي بعض. أما بيجي يسألني بقى بيسألني في كام حاجة في الموضوع ده. تعالوا نشوف رقم واحد، لو قال لي إيه نوع الواو والنون كمان في الكلمتين، تعالوا نحلله. يرجون بتاعة المذكر، الواو دي واو جماع. طب والنون دي ايه النون دي؟ مش هو مرفوع بثبوت النون، يبقى علامة رفع او ممكن تقول عليها علامة اعراب. يبقى الواو والنون في يرجون بتاعة المذكر، الواو واو جماعة، والنون علامة رفع او علامة اعراب. اما على الناحية التانية بقى يرجون اللي هي بتاعة المؤنث، يرجون الواو هنا واو اصلية لانها من الفعل يرجو. طب والنون دي نون النسوة، فاعل طبعا. طيب في سؤال تاني بيجي ساعات يقول لي ايه بقى، تعالى زن الفعلين، ايه وزن لي الفعلين دول. تعالوا نحلل برضو، يرجون كانت عبارة عن يرجو وواو الجماعة، واو الجماعة ما بتحب الشريك له، ها فبتعمل ايه؟ بتروح حذفة حرف العلة اللي قبليه. طب هي يرجو كانت على وزن يفعل، وادي الواو والنون، الواو ما قبل ايه في الميزان؟ ما قبل اللام، يبقى شيل الايه اللام، يبقى يرجون بتاعة المذكر هتبقى على وزن يفعون، على وزن يفعون. أما على الناحية التانية بقى يا جماعة، يرجن هي الفعل يرجو ودخلت عليه نون اللي هي نون النسوة. طب هي يرجو يفعل ونون النسوة في مكانها، يبقى يرجن على وزن يفعل، يبقى مع المذكر بتبقى يفعون، مع المؤنث بتبقى يفعل. تمام يا جماعة، نركز مع الواو في آخر الكلمة ديت لأن بيجي أو هي موضع للأسئلة كتير. ناخد مثلا على سبيل المثال، لو قلت لك أنت تعلو بالعلم وقال لي خاطب بالعبارة الجمع بنوعيه ثم زن الفعل في الجملتين. أولا مع جمع المذكر هنقوله أنتم تعلون بالعلم، مع جمع المؤنث هنقول أنتن تعلن بالعلم. الكتابة واحدة لكن الميزان مختلف، زي التانية برضو، دي تفعون ودي تفعل. تمام يا شباب، ان شاء الله يكون الواو في اخر الجملة فهمناها. نيجي بقى لشكل تاني، حاجة اسمها الفرق بين كلمة عمر وعمرو. لو انت حضرتك قريت الاسمين هتلاقي حاجة غريبة، ان عمرو وعمر الاثنين بينتهوا بحرف الراء. امال ايه قصة الواو اللي في عمرو ديت؟ دي بيسموها الواو الفارقة. الواو ديت حاطينها في كتابة للتفرقة بين العلمين، بين اسم عمر واسم عمرو. لكن الملاحظة المهمة، ان كلمة عمر ممنوعة من الصرف، كلمة عمرو لا تمنع من الصرف. لذلك عند النصب نحذف الواو ويصبح التنوين هو الفارق بينهما. يعني لما نقول رأيت هنقول رأيت عمر، إنما رأيت عمرا تكتب كده من غير الواو الفارقة. ليه يا جماعة؟ لأن أنا مش محتاج علامتين، أنا الواو الفارقة كنت بحطها مع اسم عمر، مع اسم عمرو آسف، في الحالات المختلفة زي جاء عمرو تكتب عادي بالواو، ها سلمت على عمرو. أما لما أقول رأيت عمرا مش محتاج الواو لأن التنوين أصبح هو العلامة الفارقة بينهم، لأن اسم عمر لا ينون لأن اسم عمر ممنوع من الصرف. يبقى الواو الفارقة بين عمر وعمر بتستخدم في جميع الحالات ما عدا في حالة التنوين بالنصب، لأن يصبح التنوين في ذلك الوقت هو علامة فارقة. احنا عندنا كده فاضل في الوحدة دي رسم الهمزة في وسط وآخر الكلمة، ده هنأجله شوية للآخر، وإن شاء الله الفيديو الجاي هيبقى تدريب على الواو في آخر الكلمة وعلى الفرق بين عمر وعم. وبعد كده الفيديو ان شاء الله اللي بعد فيديو التدريب هيكون بداية من الوحدة
الثانية وهي وحدة المشتقات اسم الفاعل بقى وأعماله، والوحدة ديت مهمة جدا جدا. يا رب يكون الشرح واضح ونكون استفدنا بيه. لو عندك أي ملحوظة أو أي شيء غمض عليك في الفيديو سيب لي التعليق وأنا هرد عليك إن شاء الله. وشكرا على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.